السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع الصحة؟ مبروك عواشركم، الله يدوز هاد الشهر على كل واحد بالصحة والسلامة يا ربي. كيف ما شفتوا هاد الزواقة اللي صوبت جديدة راندا ما عريضاش، فيها تقريبا واحد 8 ديال الغرزات، ودرت ليها زواقة بهالطريقة تقليدية. انا كيعجبني الراندة تكون ما عريضاش بزاف، خصوصا ملي ندخلوا فيها شي طرزة تكون خفيفة. وفي الجناب ديال الخدمة درت ليها الضريس اللي هو صغير، ضريس ديال سنينة وحدة، وحداه الدورة ديال التاج، حبكة صغيرة كيف ما شفتو. ودخلت فيه عقيقات. ندوزو دابا للكمام. الكمام كيف ما شفتو فيهم نفس الضرس اللي هو صغير تاج، وفي سنينة واحدة اللي صغيرة، وفي عقيقة كيف ما شفتو. يجي خفيف وزوين. وفي الجناب ديال الجلابة درت هاد الطرزة ديال الرباطي. وعلى فكرة نقول لكم، أول مرة كندير الطرزة ديال الرباطي فاش كنت صغيرة كان كيعجبني نقرصهم الورد هكا. كان عندي بزاف ديال الهوايات، كنت عزيز عليا نبقى نصور، عزيز عليا نقرصهم، ننقش الحنة. انتم كيف ما شفتوا، نتمنى ان شاء الله كيف ما قلت لكم تشجعوا وبداو تعلموا الصنعة. الصنعة راها مزيانة. انتم كيف ما شفتوا معايا، على الاقل واحد واخا غير يبرع غير راسه، وديك الساعة عادي يشوف الخدمة مع الناس. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتشجعوني وديروا لايك وتخليوا لي الكومنتير ديالكم، تعليق. نتمنى تعجبكم الفكرة. شحال من مرة كنبغيو نديرو شي جلابة وكنبقاو تالفين وحيرين اش غنديرو فيها، باش غنخيطوها والطريقة. ونتمنى ان شاء الله تدوزو هاد الشهر الفاضل بالصحة والسلامة يا ربي. نعاود نقولها لكم مرة اخرى، حقاش الصحة هي الاولى وهي كل شيء. لما كانت الصحة ما كاين حتى حاجة. ونتمنى لكم ان شاء الله الصحة والسلامة طول العمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساوش تشاركوا معايا.